طبعا من المفاجآت الحلوة اللي بشوفها النهاردة في الجونة برج الحوت حبيبتي الغالية اللي ما شفتهاش من ساعة ما كنا مع بعض في لبنان، ولكن بننطلق النهاردة مع بعض في ريد كاربت جديد. دينا الشربيني برحب بيكي، ودايما متألقة ودايما مفاجأة على الريد كاربت. ثانك يو، بجد انا مبسوطة قوي ان انا شفتك برضو، من ساعتها ما شفناش بعض. ايوه فترة. انت على طول متالقه بجد يا بوسي. يعني عايزه احييكي على مسلسلك، ما عرفتش اشوفك بعد رمضان واقول لك انه عمل جميل، واكيد انت عرفتي ده، والدليل على كده ان في جزء تاني ان شاء الله. احنا لسه مش متاكدين موضوع جزء تاني، بس يعني هم عايزين. وثانك يو بجد، مبسوطه ان هو تجربه البطوله بقى احساسك بيها ايه، والشعبيه بعيدا عن اي نجوميه، نجوميه العمل الجد بقى. بصي، هي مسؤوليه جامده قوي، لان انت بتبقي طبعا، هو مش انا لوحدي، هو كل حد، كرو وممثلين وكان معايا ناس طبعا، يعني ناس هايلين يعني، فكفايه اصلا استاذ مصطفى فهمي. بس هي الفكره كلها انه لا، بتاخدي ريسبونسبيلتي اكبر، انه عمل باسمك، فبتبقي خس على كل حاجه. بس الحمد لله عدت. النجاح هيبقى ليكي والخساره عليكي. يعني كله محسوب، فاهمه؟ كان محسوب. طب يعني بعد النجاح ده ليه بتفكري تعملي جزء تاني، وانت عندك امكانيات ان احنا نشوفك بشكل تاني؟ علشان المسلسل يستحمل انه يبقى ليه بارت 2، دي كانت اول حاجه. تاني حاجه، هم دلوقتي يعني من ساعه ما عملت حكايات بنات برضو نجح الحمد لله، فقالوا يعملوا جزء تاني. ويعني في مسلسلات كتير لما بتنجح بيقرروا ان هم يعملوا لها جزء تاني، بس لسه انا مش متاكده. احنا في انتظار اي حاجه هتعمليها، اكيد هتبقى جميله. انت عندك موهبه عاليه جدا وعندك اناقه مختلفه. كلميني بقى عن الدريس والميك اب والالماز والحاجات. الدريس ده روبرتو كافالي، والزمان ده من عند سرجاني. الميك اب هو الماكير بتاعي احمد عبد الرازق، وشعري عاشور. عندك ستايلس اللي اختار لك، ولا برج الحوت يحب يختار لك؟ لا، عايزه اقول لك انا اصلا مش منظمه خالص في الحاجات دي، يعني انا ما يعني زي ما بتيجي، فاهمه؟ انا كنت مسافره، ف يعني في حاجه عجبتني فاخترتها. يعني انا سعيده بوجودك معانا دينا الشربيني، برج الحوت، واحلى برج حوت، هتنطلق على الريد كاربت، واول مره معانا في مهرجان الجونه، منوره المهرجان بجد. ده نورك. ثانك يو.